الباب الرابع والعشرون. باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء، واحدها قطب.